يا اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج تو كلينك. دكتور محمد سعيد المهنا حياك الله معنا. الله يحييك يا دكتور ومشكور على الاستضافه، اشكرك واشكر الطاقم والتلفزيون لمساعدتي لنشر التوعيه الصحيه. الله يسلمك والشكر موصول لحضرتك دكتور. دكتور محمد يمكن كنت ضيف معنا في سلسله من الحلقات وتكلمنا عن الكثير من المواضيع الهامه في مجال تخصصك الدقيق، لكن دكتور اليوم نبي نتكلم عن مشكلة في اعتقادي الشخصي منتشرة بشكل وايد كبير، ويمكن دكتور احنا حصلنا على المراكز الأولى عالميا بالنسبة لارتفاع السمنة بالكويت، ويمكن الحين حتى في إحصائيات مؤشرات ان احنا في المركز الأول أو الثاني عالميا بالنسبة لسمنة الأطفال أيضا. دكتور ما أدري شلون أبدأ وأتكلم عن هذه المشكلة المنتشرة رغم وجود ثقافة عالية في التغذية السليمة وأيضا ممارسة الرياضة عندنا في المجتمع الكويتي اللي يصنف من المجتمعات الذكية والمثقفة على مستوى العالم، لكن ما زلنا متصدرين الأرقام الأولى في مشكلة السمنة. كلمني عن السمنة الموجودة عندنا بالكويت دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس ما تفضلت دكتور، هي لو قلنا الوزن الزايد مو السمنة، نعم، 2.5 مليار في العالم، 2.5 مليار. أما السمنة كتعريف السمنة فوق 900 او فوق 800 مليون تقريبا في العالم متعايشين معه، وهذا رقم مو بسيط صراحه. نفس ما تفضلت عندنا احنا ارقام مرتفعه جدا في الكويت وتتغير كل سنه لهالدرجه، يعني كل سنه قاعد تتغير الارقام بالارتفاع. ونفس ما تفضلت بسمنه الاطفال احنا من المراكز المتقدمه للاسف، يعني في الوطن العربي ان لم يكن في العالمي. اذا قلنا السمنه الله يسلمك، احنا شلون نحددها؟ ناخذ الطول وعلاقة بين الطول وبين الوزن، نعم، ونسوي مؤشر كثافة الجسم، نعم، أو كتلة الجسم، نعم، أو ما يعرف بالبي أم آي، نعم، تحت يطلع رقم تحت 18.5 هذا يعتبر وزن نازل، من 18.5 ل 24.9 هذا طبيعي، نعم، من 24.9 من 25 إلى 29.9 هذا يعتبر overweight أو زيادة الوزن، نعم، وليست سمنة، نعم. فوق 30، من 30 إلى 34.9 النوع الأول، نعم، السمنة النوع الأول، من 35 إلى 39.9 النوع الثاني، فوق 40 مفرطة، المفرطة الممرضة. واو. اللي هي السمنة الممرضة. دكتور هل معنى هالكلام أن السمنة اللي تكون أقل منها غير ممرضة مثلا؟ لا ابدا، هي كلها لها كل شيء له مرض، نعم، يعني او له عوامل اختطار تؤدي الى الوقوع في المرض، نعم. لكن ليش لما نقول السمنة الممرضة؟ لان طريقة علاجها راح تختلف كليا عن اللي تحتها كلها. يعني لو قلت لي بالاوفر ويت او زيادة الوزن الخيار الجراحي بقول لك لا، صحيح، لكن الخيار الجراحي رقم واحد راح يكون بالنسبه للسمنه الممرضه. اكيد زين دكتور، لو ناخذها مثلا على الارقام التقريبيه، يعني احنا دائما نحط مثلا فرق بين الرجل والمراه وبين مثلا يدخل الطول ايضا في الوزن، ونقول ان هي كتله الجسم بالكامل، لكن لو بنقول كارقام مثلا اللي فوق ال 100 شنو يعتبر؟ اللي فوق ال 150 مثلا كارقام تقريبيه مثلا. هو اول شيء بقول لك شغله مهمه، يعني عامل قد يعطينا وضوح ان هل راح يصير عندك مرض في القلب مستقبلا، نعم، لا سمح الله او لا، نعم، الخصر. أه. عند المراه اذا كان فوق 82 سنتيمتر وعند الرجل فوق ال 109 اتوقع او شيء كذي، يعني هالرقم هذا 109 سنتيمتر، انت معرض انك تروح لمرض في القلب. صحيح. يعني تخيل هذا بس الزوائد اللي حوالين، نعم، الجسم، منطقه الحزام. منطقه الحزام احسنت. نعم. اما لما نقول مثلا لما تقولي 100 150 لازم اعرف طوله كم، صحيح، لان دائما الوزن مع الطول ارتباط. ما راح يكون سمين، لكن مع انسان قصير قد يؤدي الى سمنه، نعم، وبالتالي ضغط على القلب. أكيد. وبالتالي القلب يضغط بشكل اكبر حتى يوصل الاكسجين للمناطق الاخرى. أكيد. يرتفع الضغط، يرتفع الكوليسترول، يدش بامراض القلب. اكيد، عشان كذي يطلق عليها ان هي ام الامراض، فهذا الكلام دقيق 100% دكتور. دكتور عندي الكثير من الاسئله خصوصا حول افه السمنه، لكن ان شاء الله بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيق مع الدكتور محمد المهنا.
يا هلا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل دكتور محمد المهنة. كنا قاعد نتكلم عن مشكلة السمنة المنتشرة انتشار كبير جدا عندنا هني بالكويت، ودكتور بينت لي شنو هي فئات هذه السمنة وأنواع هذه السمنة ومؤشرات الخطر لكل نوع من هذه الأنواع. وبينت لي دكتور أن أساسا زيادة الوزن بحد ذاته بأي نوع من هذه الأنواع تعتبر مشكلة صحية، لكن تختلف بدرجة خطورتها من نوع إلى آخر. لكن دكتور نبي نتكلم عن شنو الحل من وجهة نظرك دكتور. احنا عرفنا ان السمنه هذه مرتبطه في يعني امراض كثيره، منها ارتفاع ضغط الدم والسكري وامراض القلب والشرايين. دكتور شنو الحل؟ شنو نسوي؟ الناس الحين متجهين الى الطرق السهله دائما، الى العمليات الجراحيه او الاوبر بمسمياتها لانقاص الوزن، اللي هي تعتبر اوبر السكر، والحين يمكن تم تصنيفها ان هي اوبر انقاص وزن. دكتور كلمني عن رايك في مواجهه هذه الآفة. والله يا دكتور انت جست الوتر الحساس يعني. طبعا احنا كبدايه اول ما نبلش مع المريض ويتم تشخيصه بالسمنه وبرغم السمنه، نمط الحياه كالعاده مع كل الامراض، نعم، الخمول الجسدي، المسح الوطني اللي صار بالكويت وجد ان الخمول الجسدي فيه علاقه سببيه كبيره مع السمنه. صحيح، هذا في الكويت يعني مسح وطني عن طريق اداره الاغذيه. نعم. فالخمول الجسدي، عدم التمارين، عدم الحركة، عدم وجود جدول رياضي للإنسان اليومي يعني على أقل ساعة باليوم، نعم، هذه تؤدي مشكلة. فهذا أول حل، نعم، عندنا هذا أول حل. قد يكون إنزال الوزن بالرياضة قليل لكن باستمراريته هو الأفضل. صحيح. عندنا النوع الثاني التغذية، الابتعاد عن اللحوم، الابتعاد عن الدهون، الابتعاد عن الوجبات السريعة، الاكثار من الخضروات، الأمور اللي هي معروفة في العادات عندنا، عادات الأكل يجب أن تتغير إلى عادات تغذية صحيحة. نعم. هذا رقم اثنين. عقبها عاد في علاجات كانت معترف فيها طبيا بوصفة طبية أنها تنزل الوزن، منها كان فيها حبوب وبعضها سحبت، ومنها أوبر اسمها ليروغلوتايد اسمها العلمي، وتعطى بشكل يومي لإنزال الوزن، وهي الإبرة الوحيدة سبحان الله كانت تعالج السكر، ووجدوا أنها تعالج السكر مع السمنة، فضربت عصفورين بحجر، مما أدى إلى أن منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA تصرحها كعلاج للسمنة. فالليروغلوتايد هو علاج للسمنة. نعم. هل هو جيد؟ هو جيد إن لم إذا رافقه الرياضة ورافقته التغذية. نعم. وليس بنفسه، ثم نتجه بعد ذلك إلى أنواع أخرى من الأوبر، ومن ثم إلى الجراحة. الذي يتجه إلى الجراحة بسرعة، يعني احنا قلنا فوق 40 هذه الجراحة، أو إذا وجد مرض مزمن فوق 30 هذه الجراحة. نعم. لكن اللي يتجه إلى الجراحة ينسى أن هناك أعراض جانبية خطرة. صحيح. أنت تبدش البنج، أنت ممكن يتعب عندك الجرح. صحيح. أنت راح يكون عندك نقص بالفيتامينات. راح يكون عندك بعد العملية. بعد العملية راح يكون عندك نقص، لأن الأشياء اللي كانت تمتص الفيتامينات راحت. صحيح. راح يكون عندك مشاكل جفاف في اللسان، راح يكون عندك أعراض ارتجاع. ليش قاعدين يعطونهم ملتي فيتامينز فيتامينات وحبوب الارتجاع طول عمرهم؟ صحيح. التكميم وعمليات المسار، أنا ما أقول هذا غلط. صحيح. هي من ضمن العلاج، ولكن لأشخاص معينين، لحاجة معينة توخرنا عن الكثير من الأمراض. نعم، لحاجة معينة فقط. ممتاز. وليس السرعة والاتجاه إليها على طول. أكيد، يعني وصار واضح دكتور إن هي مو على أساس إني أنا أخذ الحل السريع وإني أنا أقول إني أنا ما عندي إرادة فأتجه حق العمليات الجراحية. لا، العمليات الجراحية مخصصة لأشخاص معينين ذو ذات أوزان معينة. نعم، أو أوزان معينة مع أمراض مزمنة. ممتاز. نعم. دكتور محمد المهنة باسمي واسم أسرة برنامج سوق لنا، نقدم لك كل الشكر على كل المعلومات القيمة. مشكور يا دكتور على الاستضافة، ومشكورين جميعا، وجزاكم الله خير. الله يسلمك إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقة هذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.